May thy knife chip and shatter. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخيرا هنتكلم في الفيديو ده على فيلم دوم بارت 2. الفيلم ده كان اكتر فيلم كنت مستنيه السنه دي، انا مستنيه تقريبا من ساعه 21 من ساعه الفيلم الاول. والفيلم ده بيتكلم على احداث الجزء الاول، بول وليدي شيس كانت دلوقتي بتدور رحلتهم مع الفريمنز، بول عايز يتعلم طريقه القتال بتاعتهم والحياه والطريقه اللي هم بيعيشوا بيها عموما عشان يعرف يقاتل معاهم عشان خاطر ينتقم لابوه من الهاركنز. من الاخر كده بدون اي مقدمات، الفيلم كان رائع، كان فعلا تحفه فنيه، لا ماستر بيس بجد يعني فعلا. برغم التوقعات العاليه انا بجد الفيلم افاق توقعاتي كلها، هو بالفعل احسن فيلم نزل حتى الان في السنه دي. هو ده مش مقياس يعني، فعلا السنه دي اصلا الافلام ما كانتش قد كده، بس ده بنسبه 100% يعني، بس السنه دي ما تخلص ده هيكون احسن فيلم نزل فعلا السنه دي. وفعلا ده من احسن افلام الخيال العلمي اللي انا شفتها، مش في الفتره الاخيره لا، يعني افلام الخيال العلمي كلها ده فعلا من احسنهم. كل حاجه في الفيلم ده فعلا كانت منفذه بشكل حلو قوي، التمثيل كان قوي جدا من كل الكاست يعني بلا استثناء خالص. تيموثي شاماليت كان عامل دور قوي جدا، وخصوصا الدور بتاعه معقد فعلا وفي تغييرات كتير وفي مواقف كتير، فهو كان قدم دور حلو قوي. مش فاكر بقى احسن من الفيلم اللي فات ولا لا، بس يعني فكره ان الدور نفسه اكبر، ليه مساحه اكبر، ليه يعني مواقف اكتر وتحولات اكتر، هو قدم دور بشكل حلو جدا. زنديا برضو كانت عامله دور كويس جدا، والكيمستري اللي ما بينها وبين تيموثي شاماليت كانت قويه جدا برضو. قصه الحب اللي ما بين بول وتشاني في الفيلم كانت فعلا متنفذه بشكل حلو، ما حسيتهاش ليها مجبره او ليها مثلا عشان خلاص لازم اعمل كده عشان هو لازم البطل يحب البطله في الفيلم والكلام ده، لا يعني هي كانت فعلا مقنعة، شكلها كان مقنع جدا. اوستن باتلر برضه عمل دور قوي جدا، دور السايكو كان عامله بشكل حلو جدا، انت فعلا مصدق ان هو سايكو، انت قلقان منه على مدار الفيلم، على مدار المشاهد اللي بيظهر فيها. بصوا عموما التمثيل كله كان قوي، يعني لو قعدت اقول اسم كل ممثل في الفيلم ده عمل دور حلو وبتاع يعني ده هيبقى ريفيو تاني لوحده اصلا، بس هو اوفرول فعلا التمثيل كان جامد جدا من كل الناس. نتكلم بقى على القصه عشان فعلا القصه عجبتني جدا جدا بجد، قصه رائعه، تنفيذها كان قوي جدا. طبعا ماشي بتخدم الروايه وده معناه ان السورس نفسه كان قوي، بس طريقه نقل القصه من الروايه للفيلم كانت قويه جدا. واكتر حاجه مميزه القصه دي هي بالظبط كانت اكتر حاجه مميزه قصه الجزء الاول برده، هو الاسلوب اللي اتحكت بيه، شو دون تيل. انت شايف كل حاجه قدامك، مش حاجات بتتحكي، مش حد رخم عمال يحكي كل حاجه لشخص معين بيساله كانه بتحس ان هو كانه بيحكي للجمهور في الاخر عشان الجمهور اللي يعرف المعلومه والكلام ده، لا انت شايف كل التفاصيل قدامك من اول الفريمنز وطريقه العيشه بتاعتهم، الحياه بتاعتهم بصفه عامه كده، انت بتشوف حتى المعاناه اللي هم فيها، بتشوف المصادر اللي بيعرفوا يجيبوا الميه منها بسبب المعاناه بتاعتهم، مش مجرد حد بيحكي الكلام ده خلاص، انت بتشوف الكلام ده بالتفصيل، بتشوف الهجوم اللي كان بيعانوا منه من الهاركنز على مدار الاحداث بالذات في اول ساعه او ساعه ونص كده، والاشخاص نفسها تحسهم ناس حقيقيه فعلا، مش الناس محطوطين كده خلاص عشان يعني يبقى في كاست او يبقى اللي هم غصب اسمهم مجموعه الفريمنز وحاططينهم خلاص، لا الاشخاص نفسهم ليهم ابعاد، ليهم تفاصيل، عالم حي، تحس انت فعلا بتتفرج على عالم حقيقي، مش مجرد حاجه انت بتتحكي كده وخلاص، لا عالم انت مصدق تفاصيل، انت مصدق فعلا ان ده عالم حقيقي موجود. والواقعيه بقى في الموضوع تنوع الناس نفسها، اللي الدين بتاعهم واللي مصدق الاسطوره او الرؤيه المستقبليه ان بول هيبقى هو السيفيور بتاعهم واللي مش مصدق الكلام ده خالص، تنوع الاشخاص نفسه ومواقفهم بيخليك مصدق الموضوع ده اكتر واكتر. ومش بس فكره ان العالم ده حقيقي وفي تفاصيل تخليه في العالم حقيقي، لا انت تحسه في العالم محاكي للعالم اللي احنا فيه، مش مجرد عالم حقيقي يعني اللي هو لا مثلا ده مش عالم تاني وخلاص، بس في تفاصيل تخليك مصدق ان ده عالم حقيقي، لا هو العالم نفسه هو العالم ده، تحسه من كتر يعني ومع ان هو عالم خيالي جدا، انما فعلا تحسه من كتر التفاصيل اللي فيه ان هو محاكي للعالم الواقعي اللي احنا فيه، من كتر التفاصيل القريبه للواقع بتاعنا اللي فيه. يعني مثلا من اول فريمنز والديانه بتاعتهم او المعتقدات بتاعتهم ان بول هيبقى هو السيفير بتاعهم وان هو اللي هيبقى القائد بتاعهم في الحرب، هو اللي هينقذهم وكده، وفعلا ان هي المعتقدات دي اللي بتحفزهم، دي اللي بتدفعهم لان هم بيقوموا بالحرب، وفي الاخر بتحس انها كانها فعلا كانها حرب باسم الدين، وبتشوف فعلا اللي مصدق بالمعتقدات دي وفعلا يعني مؤمن ان المعجزه اللي ممكن تحصل، بتشوفه طبعا ده قوي في دور هافير باردم، برده كان دوره قوي جدا. انا بقى زي ما قلنا خلاص هو التمثيل كله قوي يعني خلاص دي ما فيهاش نقاش، هو الممثلين كلهم جامدين جدا، وبتشوف برده اللي دخل الحرب دي لاسباب خاصه بيه سواء بقى خير او شر، ده برده بتشوفه جدا في دور جوش برولين، وبرده نفس الكلام في حته التمثيل، وبرده بتشوف اصحاب السلطه عايزين يفضلوا محافظين على السلطه بتاعتهم والباور بتاعتهم، وجايبين ناس ثانيه هم اللي قاموا بالديرت ورك بتاعهم من الاخر، هم مستخبيين في الضل عشان ما يبقوش اسمهم يعني هم عملوا حاجه غلط، وبتشوف الناس بقى اللي بتخطط لكل ده في الشادوز، اصلا ناس مختفيه محدش يعرف عنهم اي حاجه، اللي هم اللي بيمشوا كل حاجه على مزاجهم، هم اللي عاملين البلان من اول لحد دلوقتي عشان خاطر مصالحهم الخاصه، وبرضه عشان يفضلوا مامنين القوه بتاعتهم او السلطه. فعلا الاسقاطات السياسيه والحياه الدينيه تحسها كانت محاكاه قويه جدا فعلا للعالم الحقيقي،
وطبعا بقى في كل ده الصراع بتاع بول نفسه من اول فيلم لحد الاخر. بول من ساعه الجزء الاول، مش في الفيلم ده بس، من الجزء الاول كمان هو بيصرحها ان هو مش عايز يبقى ليه اي علاقه بالسلطه، هو مش عايز سلطه، مش عايز يكون الملك، مش عايز اي حاجه من الكلام ده خالص. وفي الفيلم ده انت بتشوف ان هو مش مؤمن باي حاجه من اللي عمالين يقولوه الفريمنز، شايف ان الكلام ده كله مجرد خرافات ومجرد كلام عمال يتقال عشان يحطوا الفريمنز في صفهم وكده وخلاص، وان هو كل كان عايز ان هو يكون فايتر من ضمن الفريمنز عشان يعرف ينتقم لابوه. بس في نفس الوقت برضه بتشوف الظروف اللي حصلت له واللي خليته اضطر ياخد القرارات اللي خدها على مدار الفيلم وبالذات لحد النهايه. وطبعا يعني زي ما قلنا فكره القصه هو الاسلوب الشودن، انت فاهم كل حاجه، مصدق اللي هو بيمر بيه وبرضه مصدق القرارات اللي خدها بسبب ان انت بتشوف كل ده، مش واحد طالع عمال يحكي كل اللي بيحصل خلاص وفجاه تحس الحوار كانك قاعد مع دكتور نفساني في الاخر. لا، انت فعلا بتشوف اللي هو بيمر بيه، بتشوف الازمات اللي هو بيمر بيها، بتشوف الفيجنز اللي هو خايف منها، بتشوف الظروف اللي خليته يضطر يعمل القرارات اللي هو كان ما كانش عايز يعملها في الاول، وبتشوف انا قد ايه الكاركتر نفسها اتغيرت من ساعه الجزء الاول لحد دلوقتي. كانت حركه صعبه برضه في الفيلم ده، في مشاهد او مواقف معينه بالذات قرب الاخر كده بتاع الفيلم، في الاخر فعلا كانت شبه مواقف بالظبط في الجزء الاول، برضه في الاول غير كده. يعني لو انت شفت الجزء الاول وفاكره كويس وشفت الفيلم ده هتلاقي في موقف مشابهه جدا بتوريك فعلا الريفليكشن، التغير، الفرق ما بين الكاركتر في الفيلم الاول والفيلم ده، تشوف اللي حصل له وتحس فعلا ان كان الكاركتر ارك كانت رحله الشخصيه دي من اول فيلم لحد الفيلم ده. وفعلا طبعا كانت نفذها بشكل قوي جدا، سواء بقى الكتابه او التمثيل. وفعلا انت على اخر الفيلم انت فعلا بتسال هل اللي عمله صح، هل القرارات اللي اتخذها دي كانت صح، هل فعلا ده كان المفروض يحصل. هو الفيلم كله لو عايز تلخصه في حاجه هو من الاخر بيتكلم على السلطه، مين اللي يحق ان هو يمتلك السلطه دي او القوه دي عموما، مين اللي حق ان هو يتحكم في ناس معينه او يبقى هو الحاكم او اللي هو ماسك ناس معينه، وهل الظروف اللي تسمح. هي دي الصراعات اللي بتشوفها على مدار الفيلم. وانت فعلا من الفيلم ده من اكتر الافلام، او يعني هو ده اصلا اكتر فيلم بلوك باستر انا طالع منه فيلم، يعني يعتبر في الاخر برده يعني ده في الاخر فيلم اكشن مسلي، ده مثلا مش فيلم مثلا، مش حاجه يعني، مش فيلم زي اوبنهايمر مثلا، مش ستايل الافلام بتاعت الاكاديمي حاجات اللي علاقه بالاوسكار والكلام ده. يعني في الاخر هو فيلم مسلي، فيلم بلوك باستر، فيلم فيه اكشن، فيلم فيه وجه كبير بيدور في عالم تاني. ده ممكن يكون اول فيلم بلوك باستر انا اطلع منه الاقي نفسي يعني فعلا في تساؤلات دي، فعلا يعني في الحاجات العميقه اللي بتحصل في الافلام التانيه دي انت فعلا بتطلع بتفكر يعني هل فعلا اللي عمله صح، انت بتسال نفسك هل اللي حصل ده كان ممكن يحصل كده، هل كان ممكن يبقى في بديل، هل فعلا ما كانش في حل تاني اصلا. ان فيلم زي ده يوصلك للحاله دي في حد ذاته خلاص ده معنى كده فيلم عمل، يعني عمل مطلوب منه وبزياده وبشكل عالي جدا كمان. ومش بس كده، يعني الفيلم بيتكلم بيطرح تساؤلات عن القوه والسلطه، الدين والايمان والمعجزه يعني انت بتشوف برضو الناس دي وايمانها بالمعجزه بتاعت بول وان هيبقى هو السيفيور بتاعهم، ورغبه بول نفسها في الانتقام على كمان الظروف اللي كانت عماله تحصل. هم دول لعبوا جزء كبير قوي خلاهم يوصلوا للمكان اللي وصلوا له في اخر الفيلم. لا، هي قصه كبيره، الموضوع كبير يعني، الفيلم ده بجد يعني يستاهل يتشاف يعني. لا يعني هي مره واحده مش كفايه على الفيلم ده فعلا عشان يعني تلقط كل حاجه من القصه. برضه من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده، الفيلم الاول وانت بتتفرج عليه تحس انه نص فيلم، يعني كانت في حاجات كتير مفتوحه لسه، يعني هو الفيلم الاول كان اكتر اللي هو تحسه يفش الاحداث لسه للجزء بقى الجديد اللي هو الجزء ده. الفكره بقى ان الفيلم ده انت برضه عشان تشوف الفيلم ده لازم تكون شفت الجزء الاول، مش علشان تفهم الاحداث، انت كده كده لو شفت الجزء ده من غير الاول ممكن برضه تفهم الاحداث، بس اللي هو هتاخد وقت على ما تلم الموضوع، يعني اللي هو تحس هو لان في حاجات كتير قوي اتقدمت في الجزء الاول، فهتاخد وقت على ما تعرف تلم الدنيا دي كلها كده وانت بتتفرج على الفيلم ده. بس الفكره الفيلم ده ما تحسش انه نص تاني او حاجه، يعني ما تحسش ان الفيلم ده مثلا نص الفيلم التاني اللي هو النص اللي هو تكمله النص الاول، هو تحسه تكمله بس ما تحسوش نص فيلم، عارف اللي هو تحسه فيلم محتوي بذاته كده، فيلم خاص منفصل بذاته. وبرده من الحاجات اللي لازم تكون عارفها وانت بتتفرج على الفيلم ده ان الفيلم ده بيحضر الجزء الثالث، يعني نهايه الفيلم ده مفتوح برده شويه، مش زي الجزء الاول، يعني هو الجزء الاول والفيلم ده دول تحسهم فيلم لوحده مع بعض كده، والفيلم ده نهايته هي تعتبر نهايه الجزء ده في حياه بول وحياه الناس دي والقصه دي عموما، تحس ان هو دي نهايه الشابتر ده في الجزء في القصه دي، بس نهايه القصه لسه يعني ولا هم لسه يعني هم بيمهدوا الجزء الثالث. والجزء الثالث ده برضه يعني شكله هيكون ملحمه ثانيه، واصلا جزء من اللي كان محل التساؤلات دي اللي هي بتاعت السلطه والقوه والدين والحاجات دي، ان انت مش عايز تعرف اثار الحاجات اللي حصلت ونهايه الفيلم ده على الجزء الثالث، عايز تشوف يعني الكاركترز دول اثر الحاجات اللي عملوها عليهم اللي هم عملوها والتغييرات اللي حصلت لهم دول في الجزء الثالث تبقى عامله ازاي، لان هو الجزء الثالث المفروض يعمل المنظر ده هيبقى برضه ماستر بيس ثاني. فبس يعني برضه لازم تبقى عارف يعني انت مش هتخش تشوف فيلم قصه نهايه وخلصت، لا يعني برضه القصه سايبه حاجات، سايبه مجال لجزء ثالث لسه، عشان هو هيتعمل، يعني بيقولوا خلاص الجزء الثالث هيتعمل. يعني هو بالفعل دينيفل نوف اللي هو مخرج السلسله دي وبرده هو المؤلف بتاعها، هو معاه ناس ثانيه في الكتابه بس يعني هو المؤلف الرئيسي بتاع السلسله، وبالفعل يعني هو انتهى من كتابه الجزء الثالث، يعني هو خلص سيناريو الجزء الثالث، بس هم مستنيين بقى ما يشوفوا الجزء ده يعني هيجيب ايرادات تكفي ولا لا عشان قادر يعمل الجزء الثالث. وده برده نفس الكلام حصل في الجزء الاول، فهو برده الفيلم ده هينجح وهيعمل الجزء الثالث. نتكلم بقى على الاخراج، بما ان خلاص جبنا سيره دينيفل نوف، الاخراج كان مش هقدر بقى اخراج جامد وبتاع، يعني الاخراج كان فظيع يعني
مش هقول لك بقى كادرات حلوه وصور مش عارف ايه، الكادرات دي كانت لوح فنيه مش مجرد حاجات شكلها حلو ولا ليها معنى اصلا، دي كانت لوح فنيه. هي اصلا بتتكلم نيفل نوف، ده اصلا مخرج كبير جدا يعني، ده واحد بدايته كان فيلم انسنديز اصلا، ويعني ده فيلم ده حوار تاني لوحده، ده فيلم كندي كان اصله كندي. اه بعد كده لما دخل هوليوود، شوف بقى عمل لما دخل هوليوود، بريزنرز، انمي، سيكاريو، الرايفل، بليد رانر الجزء الثاني، والفيلمين بتوع دون. فده واحد ما بيعملش افلام وحشه اصلا، ده كل افلامه مش حلوه، دي كل افلامه عاليه قوي. وفعلا الفيلم ده كان اخراج رهيب، السكوب كان تحفه، الكادرات كانت فظيعه، المشاهد الاكشن كانت قويه جدا جدا، انت حاسس بالسكوب بتاع الحاجه اللي انت فعلا بتتفرج عليها. انا قلتها لما شفت الجزء الاول، لو السلسله دي كبرت بنفس المستوى ده، دي هتبقى لورد اوف ذا رينجز بتاعت الوقت الحالي. وبالفعل انا بعد الجزء ده انا اقتنعت باللي انا بقول اللي انا قلته في الاول، وهي فعلا دول هم دول، ما ينزل بقى الجزء الثالث برضو دول هيبقوا كده لورد اوف ذا رينجز بتاعت الوقت الحالي، بنفس الليفل بنفس العظمه يعني بجد. وانت فعلا حاسس بالحرفنه في الاخراج، السي جي اي تحسها مش موجوده اصلا. طبعا هو المراكب اللي بيضربوا بيها والحاجات دي كلها سي جي اي، بس هو اصلا عشان بيصور في اماكن حقيقيه، يعني الصحراء اللي بيصور فيها دي فعلا حقيقيه، دي مش جرين سكرين وكده، فده كان بيخلي فعلا الموضوع شكله احلى بكتير. وحتى المراكب ومشاهد الاكشن وضرب النار والحاجات دي كلها ما تحسش بالسي جي اي خالص، تحسها حقيقيه بشكل رهيب. وبرده ايقاع الفيلم بقى، عشان دي برده حاجه يعني كانت غريبه جدا، الفيلم اول ساعه ونص كان ماشي بايقاع اللي هو بالراحه شويه، مش بطيء بس عارفه لسه بيقدم لك الدنيا اكتر، بيقدم لك اكتر شعب الفريمن دول عاملين ازاي والحياه بتاعتهم وكده، ولسه برضو بتشوف اثار بقى احداث الجزء الاول على باقي ناس تانية، الهاركنز، وبعد كده بتشوف الامبرور بقى والناس دي كلها، فلسه برضو في فرشه تانية بتتعمل شويه. بعد كده نص ساعه ولا حاجه تحس الموضوع بدا يزق سنه، اخر بقى 40 ولا 50 دقيقه دول تحس الايقاع طار فيهم، طار بسرعه رهيبه، حاجات كتير قوي اتحطت في الحاجات دي، ما تعرفش اصلا ازاي الوقت استوعب ان هو يكفي الحاجات دي، في نفس الوقت ما تطلعش بشكل يعني متكروت خالص. يعني لا، هي الفكره هنا مش ان انا بقول الحاجات دي اتكروتت، بالعكس ده هي الحاجات دي اللي انا مستغرب ان هو ازاي احداث بالكميه دي حاطط في اخر 40 ولا اخر 50 دقيقه وما تحسش انها اتكروتت. ده اخراج على كتابه، الاثنين كملوا بعض، ما تعرفش اصلا الموضوع ده حصل ازاي. والفيلم ده مدته 3 ساعات و10 دقايق، يعني مده مش قصيره خالص، انا كنت عايز اكمل اكتر من كده، مش عشان الحاجات دي اتكروتت يعني، انا بس كنت عايز 40 دقيقه او 50 دقيقه في الاخر دول يبقى اكتر من كده، مش عشان الحاجه اتكروتت بس عشان انا مستمتع، انا عايز اكمل، انا عايز اشوف الحاجات دي اكتر، عايز اقعد اكتر اتفرج على اللي انا بشوفه ده، الاحداث دي عايز تاخد وقت اكتر من كده. فده اصلا ما تعرفش هم ازاي عرفوا يحشروا كل ده ويبقى بيطلع بنفس الليفل اللي طلع بيه. هو الموضوع يبان تطبيل شويتين بس، هو فعلا بجد الفيلم كان قوي جدا، وفعلا الفيلم ده من احسن تجارب الاي ماكس اللي انا شفتها حقيقي. واه الفيلم ده يعني يستاهل سينما ويستاهل اي ماكس، يعني هو فعلا ده من الافلام اللي انا ممكن اقول انها فعلا بجد يستاهل اي ماكس، مش مجرد سينما حلوه وخلاص، تجربه بصريه صوتيه رهيبه وقصه وكل حاجه. طبعا الموسيقى بتاعت هانز زيمر يعني مفيش برده كلام عليها، مع ان انا يعني بالنسبه لي الموسيقى انا حاسس الجزء الاول كان احلى شويه، الجزء ده يعني كمان الفيلم اكشن اكتر، فتحس عارف مش الموسيقى او الموسيقى نفسها نفس ليفل، بس الالحان تحس الجزء الاول كانت احسن او تكون كانت اكتر، يعني الجزء الاول كان برده في حوارات اكتر، في مشاهد اكتر، يعني الجزء ده داخل اكشن اكتر بكتير من الجزء الاول. اول فيلم ده طبعا مسلي بكتير عن الجزء الاول، هو طبعا يعني اكيد انت استنتجت من الكلام ده كله انه اقوى من الجزء الاول بكتير، مش ده مش عيب في الجزء الاول، لا ده تعاليه من الفيلم ده بس مش اكتر. في الاخر دوم بارت 2 هو فيلم فيه كل حاجه لكل الناس من الاخر، اللي بيحب الاكشن هيتفرج وهينبسط، اللي بيحب الافلام اللي هي البلوك باستر اكتر، حاجات جو عوالم مختلفه، سي جي اي، حاجات مسليه اكتر، حاجات مبهره بصريا هينبسط جدا، اللي بيحب الحاجات اللي فيها قصه اكتر، مش حاجات بقى يعني مش حاجات اكشن وخلاص وكده، فيلم فعلا فيه قصه وقصه ليها معنى ليها رسائل في منها هدف، برضه هينبسط جدا. الفيلم فيه حاجه لكل الناس بجد، فعلا فيلم قوي جدا، وحد يقول 9 من 10 وبجد فعلا ده يمكن يكون من اكتر فيلم بلوك باسترز، يمكن ما كانش اكتر واحد فيهم اللي انا حسيت فيه بالبالانس الرهيب ده ما بين الاكشن والابهار والقصه القويه برضه. وبس كده، ده كل ممكن على فيلم دوم بارت 2. انت شفت الفيلم ولا لسه؟ شفتوه اكتب لكم في الكومنتات، انا ما شفتوش روح شوفوه، هو لازم يتشاف بصراحه، واكتبوا لكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان كده كل جديد. شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.